نحييك مع الهواء مباشرة من استديوهات 218 نيوز في البلاد. أعتقد أن كلنا متفقين بعد مرور ثمان شهور على المعارك المستمرة بين الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة أن كلنا قاعدين الآن وسط ظرف إقليمي دولي معقد، ظرف ماهوش سهل. وعلى الأغلب تمت معركة طرابلس هي المعيار الأساسي ويكاد يكون المعيار الوحيد اللي تقيس به كل الدول الإقليمية والغربية كيفية تعاطيها مع الأزمة الليبية. بمعنى آخر، معركة طرابلس وموازين القوة العسكرية على الأرض قاعدة هي اللي ترسم في سياسات الدول المهتمة والمنخرطة في ملف الأزمة الليبية أو حتى الدول المهتمة بإعادة استقرار ليبيا مع اختلاف طبعا مشاريع الدول هذه واختلاف نظرتها للأزمة الليبية ونظرتها طبعا للحلول الممكنة والحلول الناجحة. مراحل دقيقة قاعدة تمر بهم الآن معركة طرابلس بين قوات الجيش الوطني من جانب وبين المجموعات المسلحة الموالية والمتحالفة مع الوفاق من جانب ثاني. خيارات دقيقه وخيارات معقده والمحاور قاعده مشتعله على الارض نفكر اليوم في ثلاث دقائق في الخيارات او الاحتمالات اللي من خلال المعطيات على الارض في مساله الحسم العسكري ولمن سيكون الحسم العسكري مش هذا هو سؤال الجميع سؤال فكر فيه الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح معركه طرابلس حتكون لصالح من على الارض هذا هو السؤال هنشوفه ثلاث عوامل مهمة في طرابلس واللي ربما تعطينا إشارات ودلالات على انتهاء المعركة لصالح القيادة العامة للجيش الوطني إذا شن يشوف الجارح محمد الجارح الكاتب والباحث السياسي شن يشوف بخصوص خيارات الحسم ثلاث عوامل مهمة في طرابلس ترجح في كفة الجيش الوطني وخلوني نذكر أن الجارح يذكر أيضا أن نراه في متغيرات في المشهد مرات تخلي عملية الحسم العسكري تكون صعبة وخلونا نبدا اذا بالعوامل او النقاط الثلاثه اللي يشرح فيهن الجارح اللي يجعل العمليه العسكريه تنتهي لصالح قوات الجيش الوطني الاول او النقطه الاولى او العامل الاول مهم جدا انشقاق شخصيات او مجموعات اساسيه عن تحالف الوفاق واعلان ولائها للقياده العامه للجيش الوطني يقول ان هذا شيء محتمل وهذا شيء وارد لوجود مؤشرات على ذلك يتكلم على المعطيات يعني الجارح يشوف انه احتمال وارد وله معطيات على الارض لان في مجموعات مسلحه ما هيش خش في مساله الحرب بشكل مباشر وقاعده تشوف وقاعده تقيس. العامل الثاني او النقطه الثانيه اللي يطرح فيها الكاتب الجارح اللي يدل على ويشير على انتهاء المعارك ربما لصالح الجيش الوطني وهذا طبعا عامل مهم جدا العامل الثاني اللي هي مساله اقتتال وتنافس داخلي يؤدي الى انهيار تحالف الوفاق وتشكل تيار أكثر تطرفا يكون بطابع ثوري إسلامي متشدد يقول أن هذا احتمال وارد جدا ولي وجود مؤشرات على ذلك وطبعا هذه نقطة نبي نوقف عندها شوي نبي نفصل فيها شوي لأن هي نقطة مهمة التيار المتشدد المتطرف الهجين اللي هو هجين بين ميليشيات دينية وإيديولوجية واللي فيه شخصيات سياسية قاعدة متحالفة مع الإسلام السياسي وفيه شخصيات سياسية في مجلس الدولة اللي هو المؤتمر الوطني سابقا قاعد الان هالطيف هذا كله يسيطر بشكل واضح على تحالف الوفاق وجود السراج تقريبا اصبح من غير معنى حقيقي لكن شنو الدليل ان التيار المتشدد الاسلامي هو اللي قاعد يسيطر على الوفاق الناس كلها تسال الدليل ربما انت تقراه في السلوك السياسي لفايز السراج لما انتبه فايز السراج ان الميليشيات ومن يقود الميليشيات وجماعه مجلس الدوله والاسلام السياسي وسمي ما شئت لما انتبه النظام كلهم انتبهوا ان مساله الاعتراف الدولي به هي والعدم سواء، فوراً اتجه السراج لمخاطبة القواعد الشعبية من خلال المنصات الدولية، وكان أول تغير ملحوظ في سلوك السراج بعد ما يأس من المجتمع الدولي وقال المجتمع الدولي تخلى عنا، قالها في أكثر من مناسبة. أول مناسبة كانت في خطابه في اجتماع الجمعية العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية. كان خطاب السراج موجه للميليشيات وقادتهم وقاعد يسب في الدول الإقليمية والدول الجارة عشان يرضي الإسلام السياسي وعشان هو يرضي المتشددين الموجودين في تحالف الوفاق ومنها استمر السراج في هذا الموضوع وترك الشرعية الدولية على جنب تم الآن يراهن على شرعية الميليشيات هذا الوضع الحالي لحكومة فيصل السراج اليوم مش المجتمع الدولي اللي يعطي السراج في الشرعية لأن المجتمع الدولي قاعد يتعامل مع الوفاق يتعامل كأمر واقع وليس كسلطة شرعية تمثل في كل الليبيين وهنا طبعا في فارق كبير بين أنك أنت تتعامل كأمر واقع ويتم التعامل معك كسلطة شرعية اللي يمنح السراج شرعية البقاء هي تحالفات الجديدة مع الإسلاميين ومجالس الشورى والمتطرفين والمجموعات الإرهابية والميليشيات والمجموعات المسلحة التي تنتمي لمدن مختلفة هذا كله في إطار التنافس اللي ذكره محمد الجارح التنافس والاقتتال بين المجموعات المسلحة اللي فرقها كل شيء ولكن تجمعها قتال الجيش فقط تفرقها المصالح الجزئية المختلفة ويوحدها قتال الجيش الوطني بشكل مؤقت ما ننسوش أن اللي قاعدين الآن يحاربوا في الجيش كانوا السنة اللي فاتت يقاتلوا في بعضهم بالرصاص وبالمناسبة النقطة الثانية أو العامل الثاني اللي ذكره محمد الجارح تؤكد الساعات اللي فاتت ربما جزء كبير منكم تابع اللي صار خلال الساعات اللي فاتت خلال الساعتين اللي فاتت تحديداً من مجموعه تشبع لها علاقه بموضوع البنيان المرصوص وتشكيل البنيان المرصوص والجحاوي مجموعه هاجمت على مقر المجلس الرئاسي، الانشقاقات والاقتتال بين المجموعات المسلحه والميليشيات المختلفه في تحالف الوفاق، هجوم كبير نفذت مجموعه البنيان المرصوص والجحاوي على مقر المجلس الرئاسي واشتبكوا كلهم مع الحرس الرئاسي بتاع فيصل والى هذه اللحظه لم يعلق الرئاسي عن الموضوع ولا شفنا اي رد فعل اعلامي او سياسي وما فتح بشاغه ووزاره الداخليه بشاغه عن هجوم البنيان المرصوص على المجلس الرئاسي نمشي للعامل الثالث والاخير اللي يضع محمد الجارح كاحتمال يرجح في كفه الجيش الوطني يقول ان هي مساله انتفاضه شعبيه ضد تحالف حكومه الوفاق ولكن هذا عامل ملاش مؤشرات على حدوث ذلك هو احتمال ولكن راهو عامل ما فيش له اي معطيات على الارض ممكن تدعمه او مؤشرات ممكن تخلينا نفكر انه ربما يكون فرصه تزيد يعني النقطه المهمه اللي تكلم فيها الجارح هو في عرض الخيارات او العوامل الثلاثه المهمه في طرابلس او المهمه في معركه طرابلس يقول لنا كل ما يزيد الخناق على حكومه الوفاق كل ما تزيد فرصه سيطره التيار المتشدد على المشهد في طرابلس اللي حكى عليه في النقطه الثانيه الامر الخطير في حاله صارت النقطه هذه او صار هذا التطور زي ما يشوف فيه الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح ان التيار المتشدد هذا حينخرط في حرب حينخرط في حرب شوارع زي اللي صار وسط بنغازي في سيدي خريبيش وزي اللي صار في درنا يعني يتمترسوا جوا في المدن القديمه وفي الاحياء وتكون تكلفه هزيمتهم تكلفه باهظه الثمن من الناحيه المديه ومن ناحيه الدمار وينبه ويقول لنا راه من المفترض ان يتم تجنب سيناريو مخيف زي السيناريو هذا ومنع سيطره التيار المتشدد على مواقع داخل مدينه طرابلس. اذا هذه اهم ثلاث نقاط ذكرها الكاتب والباحث السياسي محمد الجره وهو يتكلم ويحاول أنه يتكهن بمسألة الحسم العسكري لمن سيكون ولصالح من سيكون الحسم العسكري بناء على المعطيات المحلية والواقع على الأرض وبناء طبعا على ظرف إقليمي ودولي إذا اللي صار كالتالي وهذه نقطة مهمة جدا في مسألة الهجوم على مقر الرئاسي قبل ساعتين أو ثلاث ساعات اللي صار كالتالي يبدو أن جرعة الفلوس الفلوس ما هي قصة كلها فلوس جرعة الفلوس ناقصة على المجموعات المسلحة وأكيد في الشهور اللي فاتت تبعتم معنا عدد الهجمات على وزير المالية فرج بومطاري خصوصا من مجموعة الصندوق أو كتيبة النواصي أو ميليشيا النواصي اليوم تشكيل البنيان المرصوص هو اللي قاعد عاد مستلم القصة هذه ومستلم مطاردة فرج مطاري وزير المالية وعلى قولة المثل هنا يحضرني المثل وين تحط روحك تلقاها والكلام أعتقد أنه هو ينطبق على وزير المالية وعلى فيز السراج مجموعات مسلحة تطارد في وزراء وتهاجم مقر الرئاسي صاحب الشرعية الدولية من غير ما نشوفه أي تعليق أو بيان لا من فتح بشاغة ولا من السراج هو عاد بشاغة هو شاطر في نقطة وحدة فقط شاطر فقط في الميليشيات أو المجموعات المسلحة اللي تتبع العاصمة طرابلس ديما لما يحكي ويتكلم فتحي بشاغة عن الميليشيات وكيف أن المجموعات المسلحة ما خلت تمشي يديروا دولة يكون المقصود فقط المجموعات المسلحة اللي تنتمي لطرابلس وليس المجموعات المسلحة اللي تنتمي لمدينة مصرات واللي هو فتح بشاغة هو جزء منها وتاريخها جزء منها المهم التفاصيل الجديدة في قصة الهجوم ومن مصادرنا على الأرض مصادر قنوات 218 البنيان المرصوص يا سيدي اشتبكوا مع قوة الحرس الرئاسي وقوة الردع والمباحث العامة والأمن المركزي بتاع جورة قبل ما تتدخل ما يسمى بقوة عشرين عشرين وتفض هالاشتباك المسلح عندك وزير مالية فرج بن تم تهريبة أول مسار الهجوم تم تهريبة من الباب الخلفي عشان عاد يحموه من المهاجمين المسلحين اللي هاجموا المقر تقول والله مانيش عارف الآن المرة رقم كم اللي ينجو فيها وزير المالية بأعجوبة من بطش الميليشيات وبعدها يجوك ناس يجوك ناس ما يتحشموش زي المشري أو نواب من مجلس الدولة ويقول لك هم مقاتلين من أجل الديمقراطية ومن أجل الحرية القصة كالتالي أهم المدافعين عن الديمقراطية والدولة المدنية هجموا المجلس الرئاسي ويبوا فلوس باختصار شديد نقصتهم فلوس يبوا فلوس حماة الدولة المدنية الديمقراطية وفي رواية أخرى حماة فبراير وفي رواية أخرى حماة الدولة العصرية والحريات والقانون حماة الدولة المدنية الديمقراطية هجمين على المجلس الرئاسي ومستهدفين وزير المالية ويبوا فلوس وحاولوا يتفاوضوا وطلعت مجموعة منهم تتفاوض مع فايز السراج ومع أبو مطاري عشان يلبوا مطالبهم والقصة كلها فلوس بالله عليك الآن لما تشوف هالمجموعات المسلحة أو الميليشيات اللي هجم على الرئاسي بأي منطقي بيقنع المجلس الرئاسي العالم والليبيين أنه والله هو قاعد يشتغل وأنه ربما هالميليشيات هذه أو المجموعات المسلحة تقدر تدير معاهن ترتيبات أمنية ولا تقدر تدير معاهن ديمقراطية ولا تقدر تدير معاهن مؤسسات كلام كله غير منطقي وأعتقد خبر زي هذا ماهوش محتاج لأي تعليق المجموعات المسلحة وحومات فبراير زي ما يسموا فيهم وحومات الدولة المدنية الديمقراطية هاجمين على الرئاسي ويبوا فلوس حنطلع بعد الفاصل ونحكوا على مواضيع أخرى مهمة أكثر أهمية من مسألة الهجوم على المجلس الرئاسي لأن هذا شيء متوقع والتحالف مع المجموعات المسلحة لابد أن تكون نتائجة وخيمة وكارثية ومدمرة حين لنا سيد بس الترجمان المحلل السياسي وعندنا قضايا واجد نحكو فيها فاصل قصير ونكون معكم من جديد إذا الهجوم على مقر المجلس الرئاسي لما كان فايز السراج والمجموعة موجودة ومجتمعة وكان معهم أيضا وزير المالية فراج بومطاري مطاري وتم تهريب فراج بومطاري من الباب الخلفي والقصة عاد حزت الآن مش معروف شنو هو التفاهم اللي تم الوصول إليه ولكن إلى الآن ما علقتش وزارة الداخلية وما أيضا فايز السراج ولا المجلس الرئاسي بخصوص ولكن خلوني عاد نرحب بضيفنا السيد بس الترجمان المحل السياسي والناشط السياسي المهتم بشأن ليبي سعداء من جديد بوجودك معنا بداية من نسمع تعقيبك على الهجوم على المجلس الرئاسي <applause> كأن الآن الانشقاقات والتصدعات في تحالف الوفاق أصبحت واضحة جدا ما. مش محتاجة الكثير من العبقرية في التحليل أهلا وسهلا شكرا على الاستضافة مرة أخرى أنا سعيد جدا بوجودي معك خليل وفي القناة العزيزة على قلبي يعني في البداية البارح وكأننا نحن يعني استطلعنا أو استشرفنا أن وضعية فايز السراج فقدت الكثير من ثباتها ومصداقيتها، هو ان القضيه بقاؤه في المشهد هي قضيه وقت، وانا قلت الكلام هذايا انه وضع فيصل السراج امس في البلاتو هذايا هوني على الطاوله هذه، يعني ممكن المشاهدين يرجعوا يشوفوا الحكايه هذه، قلت انه وضعي اللي صار، اللي صار اليوم باعتقادي هو جزء من الانهيارات، ايه؟ لانها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلال. وهم أهل ضلال وهم يعلمون أنهم في ضلال وهم يعلمون أنهم ضد الشعب الليبي وهم يعلمون أنهم يؤدون خدمات على حساب الشعب الليبي لمصالح أجنبية أخرى وهم ليس لهم في ليبيا لا ناقة ولا جمل اللي صار اليوم أنا نعتبر قد يكون تحليلي يعني صح أو خطأ وزير الداخلية وينه وين موجود سي فتحي بشاغة تم, تم الاستنجاد به بحسب مصادرنا ولم يعلق طيب لا سؤال أين هو اليوم هو في الدوحة وما جرى اليوم من جماعة مصراتة والبنيان المرصوص هل رسالة من الدوحة إلى فايز السراج بأن دورك قد انتهى؟ نطرح جملة من التساؤلات إيه؟ وباعتقادي أن الوقت القليل من الوقت القادم سيجيبنا عن هذه القضايا، يعني آه علينا أن نفهم أن آه الدوحة واسطنبول هما متحالفان في آه في ليبيا ولكن الدوحة لن تسمح لإسطنبول أن تأكل الغنيمة التركية بعد أن دفعت الدوحة ما يعني ما القارون من أجل أن, أن تحقق مكسب استراتيجي في, في, في ليبيا فتجد فتأتي تركيا وتأخذ الجمل بما حمل وبالتالي أنا قلت أمس أن الاتفاق التركي مع والي ولي ولي طرابلس فايز السراج هو إعلان حرب إعلان حرب على دول جنوب المتوسط وإعلان استفزازي خطير للبقية وأول المستفزين من هذا الاتفاق هم أولياء النعم في قطر وبالتالي من منطق الأشياء أن ما جرى اليوم في ظل وجود فتح بشاغة في الدوحة هي رسالة مضمونة الوصول لفايز السراج بممهورة بالختم القطري وعلينا نعم. أن نرى ونحن نعلم أن مصراتة وفتح بشاغة والبنيان المرصوص وكل هؤلاء يتلقون أموالهم من قطر مباشرة وهذه يعني قضية ليست لا يختلف فيها عاقلان يعني نحن نعرف وهم يعرفوا وهم يعرفوا أنه نحن نعرفه يعني هذه القضية الأساسية وبالتالي اليوم ما جرى هو مؤشر لما توقعته أمس أن الأوضاع لن تستمر على ما هي عليه في طرابلس فايز السراج حرق كل مراكبه وبقي في المركب التركي، هنالك المركب القطري الذي كان من منطق الاشياء ان يضع قدما هنا وقدما هنا، يبدو ان اردوغان وضغط اردوغان عليه واحساسه بالحاجه الى الدعم الاردوغاني يعني جعله يغفل عن مصالح القطريين في في المنطقه التي يشرف عليها فايز السراج، وبالتالي نشوف اليوم نحن شنو اللي صار في المشهد. غير الهجوم اللي صار على المقر تاعه وهو او غير مسبوق في هذا المستوى وهذا الشكل بيان الاتحاد الاوروبي الذي صدر و انزعاج كبير طبعا من الاوروبيين واستدعاء وزاره الخارجيه اليونانيه للسفير الليبي في في اثينا والتهديد بطرده. شوف في السياسه يعني في 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 يعني في العرف الدبلوماسي وفي السياسه الخارجيه ان تصل دوله الى هذا الحد بطرد سفير وقطع علاقه والى اخره هي مؤشرات لاعلان حرب. يعني هي رد رد على عدوان وصلت الامور في العلاقات بين البلدين الى مرحله قطع العلاقات واعتبار ان ما قامت به ليبيا بالتحالف مع اردوغان هو اعلان حرب ضد اليونان، وبالتالي هذا رد هذا رد الفعل الاول. طيب ايضا علينا ان نرى نقطه اخرى اليوم ما صرح به الرئيس الأمر... الرئيس الفرنسي ماكرون عندما قال ان تركيا هي هي التي صنعت وهي التي تمول وهي التي تحرك داعش وانا اسمح لي ساعطي قراءه بحكم انني من الناس المطلعين والذين لديهم قراءه استباقيه في ملف الارهاب علينا ان نتوقع ان فرنسا ستتعرض في الفتره القريبه القادمه الى عمل ارهابي ببصمات داعش. لان الرئيس الفرنسي افهم الاتراك بان هذا الصندوق الاسود للارهاب في العالم الذي هي حكومه اردوغان لم يعد من الممكن السكوت عليه. نحن نعلم ان كل العمليات الارهابيه التي تمت في فرنسا في 2016 و 2017 تمت عبرة. ارهابيين خرجوا من الاراضي التركيه باتجاه دول اوروبا ونفذوا جرائمهم في الباتاكلون في مثل هذه الاوقات كان تذكروا في فرنسا في احتفالات عيد الميلاد ملعب فارستاد فرانس والباتاكلون وكل الجرائم التي ارتكبوها في تلك الايام يعني التي ما زلنا نذكرها وبالتالي هل سيكون هنالك تحريك داعشي كرسالة تركية إلى فرنسا بأننا هنا وأنكم ستدفعون الثمن غاليا علينا أن نتوقع عمل إرهابي ما ستقوم به داعش ضد فرنسا في الفترة طيب. القادمة طيب. أنت الآن درت بينا زي البانوراما على ردود الأفعال الأوروبية نعم <applause> وطبعا معروف دول الجوار لما تكلموا على مصر معروف طبعا ردود أفعالهم كلها من مذكرة التفاهم أو الاتفاقية بين نعم. <applause> السراج أردوغان لكن كيف تتوقع الآن رد فعل الجارة تونس؟ يعني الجاره تونس وزير الخارجيه او المكلف بـ 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 كاتب الدوله الخارجيه السيد شكري قال ان تونس يعني تدرس هذا الاتفاق وان الاتفاق تم احالته الى وزاره الدفاع التونسيه لان يعني هذا اتفاق تتعامل بحذر يعني مع بحذر شديد بانها تدرس هذا الاتفاق وتتعامل يعني وان الاطراف يعني التي ستقيم هذا الاتفاق هي الاطراف العسكريه وبالتالي هو ليس اتفاق دبلوماسي ليتم تقييمه على المستوى الدبلوماسي والسياسي كان التصريح واضح ايضا نحن شاهدنا اليوم ان حركه الشعب الممثله في البرلمان 17 نائب اعتبرت هذا الاتفاق اعتداء وعدوانا على سياده ليبيا وعلى الامه العربيه منهم 17 نائب في البرلمان نائب, نائب في مجلس, التونسي. مجلس في تونس الجديد يعني هو وبالتالي هذا هذا امر يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ايضا ان تونس هي دوله يعني علينا ان نفهم ان نقيم تونس دوله في في المتوسط دوله متوسطيه دوله عربيه وبالتالي هنالك التزامات سياسيه تقليديه في السياسه الخارجيه التونسيه لا يمكن اولا اولا ضمان الامن والاستقرار والسلم الدوليين في في حوض البحر الابيض المتوسط وهذا تونس معنيه به بالاساس بشكل خطير جدا لان اي تهديد لهذا لهذا الامن والاستقرار سيحيل حوض البحر الابيض المتوسط الى بحيره دم وبحيره اشتباكات وبحيره يعني لا يمكن ان تتحمل نتائج حروب لأنها جزء كبير من واردات العالم وتجاره العالم البينيه تمر عبر هذا 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 الحوض النقطه الثانيه ان تونس دوله تحترم تعهداتها العربيه وبالتالي لا يمكن ان يكون هنالك السماح او القبول بهذا الاعتداء لاننا يعني اذا تحدثنا بهذا الاتجاه يعني وقبلنا بهذا الاتفاق فمن حق تونس غدا ان تقوم باتفاق مع ايطاليا او مع اليونان لـ خاصه هنالك مشاكل في قضايا الصيد البحري والى او حتى مع مصر هنالك مشاكل في الصيد البحري وبالتالي يكون على حساب ليبيا وهذا امر لا يمكن ان يكون مقبولا او ان يكون مسموح به من كل الاطراف للاسف الطرف الليبي لم يفهم لم يفهم شيء ان ما يتم ما تشرعه انت على الاخرين سيشرع عليك عندما تتفق على حساب مصالح الشقيقه مصر وعلى حساب مصالح قبرص وعلى حساب مصالح اليونان فانت هنا ستفتح الباب لاطراف اخرى ان توقع اتفاقات على حسابك لانك انت من قمت بانتهاك الـ يعني القانون الدولي البحري وانتهاك انتهاك الاتفاقيه الدوليه البحريه وبالتالي ستفتح الباب واسعا امام ان يكون هنالك اتفاقات يعني بامكان تونس وايطاليا ان توقع اتفاق على حساب الحدود البحريه لليبيا لا تحترم سيادة ليبيا لأن يعني ليبيا لم تحترم السيادة المصرية لم تحترم السيادة القبرصية حكومة السراج أسف وليس ليبيا حتى لا يتم يعني تحميل دولة ليبيا مسؤولية هذه التصرفات غير مسؤولة حكومة السراج لم تحترم ثلاث دول أساسية في البحر المتوسط مصر واليونان وقبرص وقامت باتفاق مع دولة ليس بينها وبينها أي حدود بحرية لا جغرافيا ولا يعني فقط في نوعيه الماء نفس الماء الموجود في البحر المتوسط وهذا لا يعني ان هنالك حدود مشتركه، هنالك ماء مشترك في كل الحوض وبالتالي هذا سيفتح الباب امام ان تكون هنالك انتهاكات قادمه لسيادة يعني السياده اسف استعمال العباره، السياده الليبيه على على المياه الاقليميه الليبيه لان السيد وقع هذا الاتفاق باسم دولة ليبيا ولم يحترم القانون الدولي والقانون البحري الدولي والاتفاقية الدولية التي تنظم هذا الموضوع وبالتالي ستكون دولة ليبيا في المستقبل دافعة لثمن هذه الحماقة السياسية الخطيرة جدا التي ارتكبها فايز السراج وأردوغان طيب على سيرة فايز السراج وفي المؤشرات والتكهنات أن ربما سيتم إسقاط المجلس الرئاسي مع استمرار المعارك والانشقاقات والتصدعات بين المجموعات المسلحة ولكن في ملاحظة مش عارف إذا تتفق معه ولا سيد باسل كأن الإسلام السياسي والمجموعات هذه كلها قد تحاول أن هي تحور وتغير حكومة السراج والمجلس الرئاسي من غير ما تسمح بسقوطه لأنه هو مازال الخيط الرفيع اللي يربط فيها بالمجتمع الدولي يعني أولا هو, هو حرقة أنا ما عادش نتصور أنه هو لا خيط ولا إبرة هو قطع علاقته مع مع كل المجتمع الدولي عزله دوليه اقليميه هو, هو عزل نفسه لم يعزله احد لم يعزل فايز السراج احد هو من عزل نفسه وبالتالي هذا العزل هو عندما عزل نفسه اخرج نفسه من المنظومه الدوليه ووضع نفسه في ازمه هو في غنى عنها اليوم كيف سيكون هنالك تعاطي لفائز السراج مع هذه القضيه هذا امر يستحق ان نت... نس... يعني ان نطرحه على على آه... يعني على على, على طاوله البحث، ان نتساءل ماذا بقي له في العلاقات الدوليه؟ خاصه وان موقفه هو هو اعلان حرب، يعني يعني فايز السراج كرئيس لحكومه الوفاق دخل في مرحله اعلان الحرب ضد مصر، ضد قبرص، وضد اليونان، وضد ايطاليا، وبالتالي على ماذا يعتمد؟ يعني من هي الدول التي ستكون قريبة منه نحن نعلم أن في مستوى العلاقات الاستراتيجية والرؤية الاستراتيجية للعلاقات السياسية تقوم على مبدأ الدوائر اليوم فايز السراج 90% من الدائرة الأولى لعلاقات ليبيا الاستراتيجية علاقات حكومته الاستراتيجية للأسف يدعون أنها تمثل ليبيا ولا تمثل ليبيا هي علاقات عداء يعني هو يريد تكرار النموذج الأردوغاني أردوغان كل دول الجوار المحيطة في تركيا في علاقة عداء معه وبالتالي علاقة العداء مع مصر، علاقة العداء مع قبرص، علاقة العداء مع اليونان، علاقة العداء مع مع إيطاليا، علاقة العداء مع فرنسا سوريا. علاقة العداء مع سوريا، علاقة العداء مع عدة دول أخرى، وبالتالي ما هذا يعني ما هذه من 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 سيكون معك؟ تونس تتعاطى مع الملف الليبي بأن, بأن ديكتاتورية الجغرافيا تفرض عليها التعامل مع كل الأطراف الليبية هنالك الجغرافيا أنت تعرف لا يوجد حي في تونس لا توجد في عائلة من أصول ليبية هذا امتزاج تاريخي بين تونس وليبيا يصعب فصله هذا هذه دكتاتورية التاريخ والجغرافيا بعكس الأشقاء في الجزائر هناك منطقة جبلية وهناك مساحة جغرافية كبيرة في الجزائر تسمح بأن يكون هنالك امتداد بينما نشوفه نحن إنما من طرابلس لتونس العاصمة اليوم هم ست سوايع وكانت يكمل الطريق السريع يعني يكمل البنجردان تولي الحكاية خمسة سوايع خمسة سوايع ونص وبالتالي سهولة التنقل عدم وجود موانع طبيعية جبال إلى آخره جعل من الانتقال التاريخي لشعوب البلدين انتقال وتلاحم وهذا هي الإشكال اليوم ماذا يريد فايز السراج يعني أنا نطرح تساؤل وحقيقة أنا يعني منذ أيام نطرح تساؤل على نفسي ماذا يريد فايز السراج لماذا يقوم بذلك يعني انت رجل محنك رجل سياسه عندك عده سنوات تو في الحكومه، ما الذي اجبرك على ان تقفز الى المجهول؟ من هو يعني لا يوجد شخص عاقل في السياسه يقفز هذه القضيه الى المجهول، ايضا هنالك نلاحظ ان على مستوى الوضع الداخلي في منطقه الغرب الليبي وتحالفات تحالفاته مع الميليشيات والجماعات الارهابيه وكل هذه انا قلتها سابقا يعني في 218 وستؤكل يوم أكل الثور الأبيض لأنك أنت من ذهبت لهم والإرهاب لا دي. أنت بالنسبة لهم كافر حل قتلك مع تأجيل التنفيذ نعم مع المقاربة <applause> هذه حنرجع من جديد أستاذ بس الترجمان ونطلع مشاهدينا الكرام لمؤتمر الصحفي لنطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد مسماري نشوف المستجدات وآخر تطورات الواقع الميداني والمعارك في العاصمة طرابلس ونرجع من جديد التعقيب ننتقل إلى المؤتمر الصحفي للواء أحمد المسماري اركان حرب خليفه ابو القاسم حفتر وكل رفاقه وابنائه في المؤسسه العسكريه الليبيه. And also to bring in the of the في هذا المؤتمر سنتناول الموقف العام اللي هي القوات المسلحة بعد ذلك الموقف الخاص لكل غرفة عمليات ومن ثم سنطرح أو سنعرض عليكم جرائم الميليشيات والسجل الاجرامي لهذه الميليشيات منذ 2011 حتى تاريخ اليوم. In this press conference we will we'll be discussing the general mobilization situations of the armed forces. We will also be discussing the specific situation in each operations room and we'll be sharing with you the record of the militias crimes from 2011 up to today. في الموقف العام اليوم صدر قرار من سيدي القائد العام للقوات المسلحه با uh, انشاء وسام uh, الشهيد وهو وسام عالي جدا وسام وطني يمنح لذوي الشهيد uh, عرفانا وتقديرا لتضحياته uh, الجسيمه. Uh, in uh, the general mobilization situations today, the general commander has issued his commands to present the uh, sign of the martyr to all the families of the martyrs who have gave their lives in this cause. وبموجب هذا الوسام الذي سيكون له احترام وتقدير في كل المؤسسات الدولة مبلغ مالي 100,000 دينار لكل عائلة شهيد. And uh, alongside this recognition which will be uh, recognized in all the states and all the uh, administrations of the state they will be presented with 100,000 Libyan dinars. مع استمرار دفع رواتبه واستمرار ترقيته ومنحه الاوسم والانواط في كل المناسبات التي يستحق فيها ذلك. And this of course alongside continuing their regular salaries and payments and promotions and all uh, ongoing occasions. وهذا ياتي تقديرا من سيدي القائد العام لجنوده وضباطه وقوى المسانده الذين يقارعون الارهاب الان ويقومون بعمل تاريخي مقدس من اجل انقاذ ليبيا من الارهاب والجريمه. And this is out of recognition for all the soldiers and the officers and supporting

في آه على تخوم العاصمه طرابلس. And also previously uh, we have seen the uh, the decision by the general commander to uh, present the uh, monetary raise and reward to all officers NOCs and supporting forces fighting now in the front lines. وهناك مزايا آه هذه مفاجاه، هناك مزايا اخرى ماديه ومعنويه ستمنح لكل الرجال الشجعان الذين آه اشتركوا في هذه المعركه الوطنيه المقدسه. and also and this is another surprise that we'll be presenting much more uh, monetary uh, incentives and other incentives to all uh, the individuals who have participated in the ongoing battle. تضحيات وطنية عظيمة وموقف تاريخي يسطره رجالنا الآن على تخوم العاصمة. that are great national sacrifices and history being written by our men on the outskirts of the capital. وأعتقد أن مصطلح تخوم العاصمة أصبح اليوم غير منصف لجهود قواتنا باعتبارها دخلت الأحياء الرئيسية اللي هي العاصمة. And I believe that the term the outskirts of the capital is no longer fair to our men who have actually entered into the neighborhoods inside the capital. نذهب سويا الان الى الخريطه لشرح بعض المعطيات العسكريه للموقف العام للقوات المسلحه. هذه هي منطقه التامين التي تؤمنها القوات المسلحه العربيه الليبيه وتساوي تقريبا من 90 الى 95% من اجمالي الاراضي الليبيه. by general covers 90 to 95% of Libyan soil uh, قواتنا في كل المناطق سواء المنطقه العسكريه الطبرق المنطقه العسكريه الكفره والمنطقه العسكريه جنوبا تقوم بعمليات استطلاع مستمره للحدود uh, وتقوم كذلك بالتدريب من خلال مراكز تدريب لاستيعاب المتطوعين في الخدمه العسكريه our forces from the military zone in Tobruk uh, all the way to Kufra and all the southern military zones continue their reconnaissance missions alongside the borders and continue to train through the training centers all the individuals volunteering and coming into military service بينما المناطق العسكريه uh, تقوم بدعم uh, وحداتها في uh, منطقه العمليات الرئيسيه and of course uh, military units from all the military zones are continuing to support our forces in the operations theater كذلك كل الترتيبات الان اتخذت من اجل اعاده هيكله بعض الوحدات في المنطقه الغربيه الجنوبيه بعد زياره السيد امر المنطقه العسكريه او امر مجموعه المناطق العسكريه الجنوبيه. And of course all arrangements have been made for the restructuring of some of the units in the southwestern operations zone after the visit of the southern zone military commander. هناك ترتيبات لحل بعض المشاكل الاداريه ومن خلال تنظيم الاداره من خلال اداره الحسابات العسكريه وتوفير احتياجات الجنود والوحدات من خلال هيئة التنظيم والاداره And there are, uh, many the administrations of military uh, finances and supply all the demands through the administration of military supplies. الموقف الخاص بالعمليات العسكريه في المنطقه الغربيه now to the uh, mobilization situations of western operations uh, هناك اليوم uh, وحدات uh, او دوريات من uh, سرايا الاستطلاع التابعة للقيادة العامة تقدمت حتى منطقة السدرة منطقة السداده بالقرب من مدينة مصرات uh, uh, نذهب إلى الخريطة لنتعرف على خط سير هذه الدورية Now we look وهذه المنطقة بالكامل هي منطقة استطلاع دائم لقواتنا المسلحة العربية الليبية، وتحدثنا عن ذلك سابقا. And as وذلك لورود معلومات بوجود تهديدات أمنية ومحاولة ما تبقى من تنظيم داعش وجماعات إرهابية التحصن في هذه المنطقة نظراً لأول أولا لقربها من بعض المدن، ثانيا لوجود جبال ومناطق وعرة يستطيعون الاحتماء بها. Uh, this is because we have been receiving constant reports of security threats in this region by ISIS and other terrorist groups because of their proximity to uh, civilian locations and also the mountainous and rough nature of the terrain. دورية الاستطلاع اليوم وصلت إلى قلعة السدادة. Our reconnaissance unit today has reached Sdada Castle. هذه منطقة توجد بها بعض المقرات المباني القديمه اثناء التقدم في هذه المنطقه اشتبكت مع اليتين مسلحتين وسيطرت على القلعه وغنمت بعض الاليات وبعض الذخائر والاسلحه من هذه المنطقه And they have they were able to successfully control the castle and also uh, gain control of some military vehicles and ammunition. والاستطلاع هو واجب مستمر او دائم التنفيذ من قبل سواء الوحدات البريه، سواء القوات الجويه، سواء الاستطلاع الراداري لوحدات الدفاع الجوي. And reconnaissance is an ongoing and continuous duty performed by our land units, air forces and through radar by the air defense forces. كذلك الاستطلاع الالكتروني على كامل المنطقه لرصد المكالمات ورصد اي اختراق امني او تهديد امني او خطر امني في هذه المنطقه. And also electronic reconnaissance as well to track any outgoing communications or calls or any security threats. كذلك لا ننسى ابدا مشهود اداره الاستخبارات العسكريه وجهاز الامن الداخلي في توفير المعلومات المهمه للقوات المسلحه. And also of course we never forget about the efforts of the military intelligence and the internal security forces in providing the military with intel. الموضوع الاهم الان كذلك هو منطقه العسكريه او المنطقه العسكريه الغربيه او منطقه العمليات الغربيه. now to go to the western operations zone. Uh, طبعا uh, لازالت قواتنا المسلحه تؤدي في معركه uh, جيده جدا او ممتازه في كامل uh, قواطع العمليات سواء قطع العمليات الشرقي سواء الجنوب الشرقي سواء قاطع العمليات الجنوبي. Our اذا تابعتم معنا جزء من المؤتمر الصحفي الدوري لناطق باسم القياده العامه للجيش الوطني اللواء احمد المسماري رحبوا بك من جديد استاذ باسل وتابعت معنا جزء من المؤتمر الصحفي الواقع الميداني والعسكري تعقيبا على الموضوع هذا كيف تشوف الان في خيارات الجيش الوطني والمعارك ما زالت مستمره المحاور مشتعله وما زال السلاح يصل للمجموعات المسلحه عن طريق ممرات تركيه آمنة وعن طريق يعني سوق السوداء وعن طريق توريد لا. الاسلحه للمجموعات المسلحه هل تشوف ان ربما يغير في موازين المعركه على الارض لا لاني انا لاحظت حاجه اليوم انه السيد العميد المسماري يتحدث بثقه عاليه وبهدوء ويعني العسكري عندما يتحدث بهذه الثقه فهو يعني لا يحاول انه يقدم معلومه غير دقيقه او يحاول ان يغطي واقع يتحدث بكل ثقه بالنفس وهذا باعتقادي امر مهم جدا يتحدث في معطيات عسكريه مهنيه عاليه عالية الدقة والوضوح وبالتالي يعكس ما يجري على الأرض يعني تشعر أن الرجل واثق من نفسه واثق من معلوماته وواثق من القدرات العسكرية للقوات الجيش الوطني الليبي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أني أنا نرى فيها هي أن وصول الأسلحة أو عدم وصول الأسلحة اليوم المجموعات الإرهابية والجماعات هذه خسرت القدرة يعني قدرة القدرة على الاشتباك والتفوق يعني التفوق الجوي لقوات الجيش الوطني الليبي صار حاسما، هم خسروا معركه الجو، على المستوى الارضي هنالك يعني الفرق بين الميليشيات وبين القوات العسكريه، القوات العسكريه لها الـ 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 يعني حسن تعاطي الاداء العسكري مع المعدات التي تملكها. وبالتالي نحن لاحظنا ان كما تحدث العميد المسماري ان المجموعة, المجموعه رصدت اليتين يعني اشتبكت معهم وبالتالي اليه الاشتباك يعني الجيوش عندها تشتبك هنالك هناك تنظيم لألية الاشتباك و... يعني الاشتباك ليس بمفهوم الميليشيات اللي أجبد الأقسام وأبدأ أضرب بالكرتوش وعرفت هذا الاستعراض الميليشياوي اللي هو استعراض فوضوي لا يؤدي نتيجة القوات العسكرية لها أليات الاشتباك ولها قواعد الاشتباك وبالتالي عندما تقوم بعملية الاشتباك فهي قادرة أن تحقق نتيجة كابلة على المستوى العسكري في هذه ولذلك رينا أنهم دخلوا إلى هذه المناطق وقاموا بالسيطرة عليها وهربت الميليشيات لأن الميليشيات عندما ترى عمليات اطلاق نار وتنظيم في اطلاق النار تعرف جيدا انها غير قادره على مواجهه مواجهه هذه الهدف وبالتالي تقوم بالانسحاب وهذا هذا الامر يعكس ان الجيش الوطني الليبي امتلك أو يمتلكه ولكنه أصبح يفرض ذلك بسهولة خلال عملية اشتباك مع الميليشيات بفرض قواعد الاشتباك العسكري المنظم الذي يعني يتعسن أداؤه يوما بعد يوم جراء التدريب طيب. والإعداد وهذا مكسب كبير للجيش الوطني الليبي اليوم وغدا لأن الجيش الوطني الليبي سيكون هو الدرع الواقي الذي سيحمي ليبيا في المستقبل من, من كل ما جرى فيها في التسع سنوات الماضية طيب أهم حلف عسكري دولي واللي هو طبعا غير تاريخ ليبيا ومستقبل ليبيا وشكل ليبيا حلف الناتو أي ايمانويل ماكرون يقول أن حلف الناتو في حالة موت دماغي أو موت سريري وقاعدين يراجعوا في أنفسهم الناس اللي موجودين في حلف الناتو نعم. هل هو مجدي وفرنسا تطرح في وجهة نظر الأوروبيين تقول والله ربما نحن نقترب من روسيا ربما هذا يكون أجدى من بقائنا دائما في صف الولايات المتحدة المهم في فوضى استراتيجية كبرى الأمم المتحدة أيضا ناس واجد تتساءل هل اصبحت هي كيان ديمقراطي او لا؟ فكل المنظمات الدوليه وكل شيء الان قاعد يتغير ويبدو انه قاعد يمر بفترات سيئه. نعم الاتحاد الاوروبي هوش في افضل احواله وكذلك حلف ناتو كيف نقدر نقروه الان في اطار ظرف دولي اقليمي موجوده فيه ليبيا وسط الازمه هذه؟ يعني علينا ان نفهم اولا انه حلف الناتو اليوم في ازمه اولى هذه الازمات وهذا ليس خافيا على احد هي تركيا. اليوم ان تركيا بشراءها لصواريخ اس اس 400 وهي رص حرب هي راس حربة طبعا في حلف الناتو نعم وهي راس حربة واليوم ان تركيا بشراءها لصواريخ اس اس 400 من من روسيا ها تهدد لان هذه الصواريخ ستم ستقوم بي بي يعني بكشف كل معلومات الطائرات العسكريه الامريكيه اللي موجوده في الفضاء الاوروبي ومنها الاف 35 وهذا ما اعلنه البنتاغون يعني بان آه هذه القضيه وبالتالي بقاء تركيا اليوم كعضو فاعل في حلف الناتو وخروجها من المنظومه التسليحيه الغربيه الى المنظومه التسليحيه الروسيه والشرقيه هي كسر ل... يعني لواقع هذا الحلف من مؤس... من اسسه الاولى وبالتالي سيبق... سيطرح السؤال في المرحله القريبه القادمه ان لم تقم تركيا ب... بالغاء هذه الصفقه وانهاء يعني اغلاق ملف صواريخ الاس اس 400 والاسراع بقائها قد يكون هنالك مؤشر لابعاد تركيا او تجميل عضويتها او اخراجها من من الحلف لان هذا الحلف لا يمكن ان يكون هنالك يعني رصد روسي لاسس عمله العسكري في الفضاء الاوروبي عبر منظومه صواريخ قادره على كشف كل معلومات الطائرات العسكريه الاوروبيه والامريكيه في في الفضاء الاوروبي والامريكان يشوفون هذا شيء غير منطقي طبعا الامريكان يعتبروا هذا اعتداء واختراق لمنظومه امنهم القومي. وبالتالي تركيا اليوم تلعب في هذا هذا الاتجاه. النقطه الثانيه ان الرئيس الامريكي ترامب يريد ان 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 تقوم دول الاتحاد الاوروبي ودول العالم بالصرف على 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 القوات الامريكيه. المتواجدة أينما كانت وهذا أمر يعني غير منطقي لأن أمريكا هي من تذهب لتفتعل الحروب وتفتعل الأزمات وبالتالي لا يمكن لأحد أن يصرف يعني أن يمتلك القدرة الصرف على هذه القوات هنالك مثلا على سبيل المثال في ألمانيا في كولن هنالك قوات الأفريكوم اللي هي 35 ألف جندي أمريكي موجودين في هذا كان مخصص هذه هذه القوات للحرب في أفريقيا هذه القوات الموجودة في المانيا، ما علاقة دول الاتحاد الأوروبي بالصرف عليها أو بدفع تكاليفها؟ يعني هذه هي جزء من الأزمات. ترامب يتعامل مع الموضوع من منطلق أنه موضوع تجاري، لم يعد هنالك العدو أو التهديد الروسي السوفيتي الذي كان ضمن الحرب الباردة، وبالتالي وجود هذا الحلف اليوم يطرح جملة من التساؤلات. دول أوروبا يعني الغربية ترى أن روسيا لم تعد عدواً. وان دول اوروبا الشرقيه التي كانت تشكل حلف وارسو انتهى هذا الحلف من ثلاثين سنه ولم يعد له وجود وليس هنالك تهديد جدي حقيقي يعني الدبابات الروسيه اليوم لا تقف على على مشارف اوروبا الغربيه لتحتلها بعد كما جرى بعد الحرب العالميه الثانيه وتقسيم المانيا انتهى تقسيم المانيا من عام 91 انتهت كل هذه الاشكاليات وبالتالي هذه التساؤلات تطرح بعمق وتطرح بجديه في المشهد السياسي الاوروبي اننا اليوم لماذا نحن سنكون في هذا المشهد غير قادرين على ان نغير من اليات وان نبقى رهينه رئيس امريكي يعتقد ان ان السياسه هي هي بيع وشراء ان هي صفقات ان هي ماذا يمكن ان تحقق هذا امر غير مقبول وغير ممكن ذهنيه رجل الاعمال عقلية رجل الأعمال وفي مفاهيم السياسة الدولية والعلاقات الدولية التي بنيت بعد عام 1945 لا يمكن أن يكون هنالك والذي نحن بالمناسبة كل الدول العربية لم تكن طرفا فيها يعني هنالك إشكال علينا أن ننتبه له أن بعد عام 1945 نهاية الحرب العالمية الثانية مؤتمر يالطا تقسيم العالم بين بين المعسكرين العرب لم يكونوا طرفا فيه يعني كل الدول العربيه بلا استثناء اللي كانت 99% منها محتله والبقيه غير موجوده وبالتالي اليوم الحفاظ على الامن والسلم الدوليين هي مسؤوليه الدول والاطراف التي قامت بانشاء منظمه الامم المتحده ووضعت ميثاقها ووضعت اليات ان لا يتم هنالك تكرار لما جرى في هذه الحرب العالميه الثانيه من مجازر من مذابح، وبالتالي ان يكون هنالك آليات لضمان الامن، استمرار الامن والسلام الدوليين، لذلك نحن نلاحظ انه من 75 سنه رغم كل الازمات اللي عاشتها الكره الارضيه ومن حروب والى ولكن دائما بقيت حروب محليه، حروب صغيره، حروب اقليميه، نعم لم تتوسع، وبقي السلام والامن الدوليين مضمونين، لم يكن هنالك توسع او انفجار لها، وبالتالي اليوم هذا الكلام التي تطرحه اداره ترامب هو تهديد لهذه المنظومه وبالتالي الانسانيه تبحث دائما عن المنظومات التي تضمن لها السلام والامن الدوليين هنالك رؤيه جديده بدات تتبلور في الاتحاد الاوروبي انه كيف يمكن لنا ان نضمن الامن والاستقرار في المنطقه بعيدا عن عمليه الابتزاز المالي التي تقوم بها الاداره الامريكيه وبعيدا عن شطحات السياسة الأمريكية كل أربع سنوات أو ثماني سنوات مع رئيس أمريكي يأتي ليريد أن يغير العالم نعم. ب... 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 كما, كما, ي... كما يشاء وليس كما يفرضه الواقع نعم. إذا مع الفوضى الاستراتيجية الكبرى اللي العالم وصلنا لنهاية حلقة البلاد الليلة نشكر من جديد الأستاذ باسل الترجمان المحلل السياسي والمحلل السياسي سعداء طبعا بوجودك معنا دائما أنا دائماً في 2018 سائل. وفي الاستوديو بتاع البلاد شكرا يا صديقي شكرا تحية لكم مشاهدينا الكرام وأيضا تحياتي أنا خليل الحاسي وتحيات فريق عمل برنامج البلاد نتمنى لكم امسيه طيبه